جريدة الدولة الجديدة. كما كتشاهدوا دائما اننا كنتواجدوا مع المتضررين، وكما قلنا لكم اننا كنتواجدوا بقلب جامعه سيدي على المصدر، والمكان اللي فيه الاسطبل اللي تربيه الدجاج اللي على الاثر ديالو هاد الناس هادو مشاو اعتصموا امام جامعه الخميسات، امام عماله الخميسات. لذا اننا كنقدموا واحد الشكر من هنا لجميع المسؤولين اللي تفاعلوا مع الفيديو اللي سبق، وانه تم تكوين واحد اللجنه لتقصي الحقائق، وهذا هو المطلوب. ونتمناو على ان هذه اللجنه هذه تخرج وتدير تقارير ديالها، وحنا هنا باش اننا نساعدوهم ونقرب لكم الصوره اكثر. هانتوما غادي تشوفوا كل شيء على عينيكم، وغادي نسمعوا التصريحات ديال المتضررين. نجدد بك اللقاء، شنو تقدر تقول لنا؟ وحنا اليوم كنتواجدوا بعين المكان، نعاودوا نردوا السؤال اللي قال رئيس جامعه سيدي على المصدر، بحكم اننا كنا ربطنا مع اتصال من اجل معرفه الحقيقه. قال لك بان هذا المكان اللي هو كنشوفوا فيه دابا بعيد كل البعد على السكن. وعليكم السلام. حنا دابا باش الراي العام يشاهد هذا الفيديو، بان رئيس الجامعه ديال سيدي على المصدر كيقول بان كيجيو بالكراس، يجيو بالطوموبيلات لهذا المكان، بان المكان خالي. حنا بغينا دابا نوجهوا الراي العام للمغرب والعالم كامل، بان وزاره الداخليه باش تحقق في هذا الموضوع في اقرب وقت، وبغينا تحقق في هذه الجامعه ابتداء من الجامعه، بان هذا مول المشروع كيقول لك بان عندك المنتخبون والاعوان السلطه والمسؤولين الكبار شريتهم انا. كيفاش شريتهم؟ شكون كيقول هذا الكلام؟ كيقولوا مول المشروع كيقول لك بان هاد الاعوان السلطه شنو هما؟ هما المقدمين والشيوخ والمنتخبين، شكون هما؟ هو رئيس الجامعه، بان رئيس الجامعه المعني بالامر هو الاول. دابا كنطلبوا التحقيق في هذا الامر. واش الديور بعادين على 20 متر، على 100 متر، على المشاريع كبار، المساجد فوق 160 مليون، وهذا اللي قريب حداه 60 مليون، واش هذا منكر؟ دابا حنا كنطالبوا التحقيق في هذا الامر. اذا كان واحد يعني غني يقتل الضعفاء، واش هذا منكر؟ مازال غتشوف الاشياء كثيره في هذا الموضوع هذا. اذا نعاودوا نرجعوا لك كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، المشروع ها هو، ها هو كيتبنى هنايا، وكما كتشوفوا بان هنا مجموعه ديال الساكنه اللي كاينين الديور هنايا، يعني ماشي بعاد بزاف. وكما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هادو مجموعه ديال الساكنه كاملين ساكنين في هذا المكان وقراب هنا. نسمعوا لاحد من الساكنه نعاودوا نرجع. السلام عليكم. السلام سيدي، انت فين ساكن؟ على بعد 250 متر بيني وبين الكوري. 250 متر، كنعاودوا نصرعوا على هذا الرقم. 250 متر جيت على الظهر انا ديالهم، وراني لهيه. اييه، شنو تقدر تقول لنا هذا الشيء؟ انت موافق تسني سبع الناس اليوم؟ لا سني ما والو، كلشي الجيران تيتشكاو، ما فهم انا والو. وهذا الشيء غادي يضرنا كاملين، انا جايب ولادي مسكنهم هنا، غادي يضرنا كاملين هذا الشيء. اذا انا جاي من فرنسا، دخلت المغرب بحالي على اساس باش نعيش هنا. الا كان بحال هكا ما غنضيع. باش كطالب؟ طالب باش هادشي يحققوا معاه، هو الترخيص اللي تعطى ما فهمتش علاش يتعطى ترخيص غير قانوني. غير قانوني. الدنيا كاين بانه تزاد شي بير اخر. كاين واحد بير اخر تيبنيو فيه، راه وراه القناه سالاوه، فهمتي؟ عندهم جوج بير هنا. جوج بير؟ جوج بير. رغم ان القانون ما كيسمحش لهذا. ما تيسمحش، ولكن كاين جوج بير تما. راه الناس دخلوا وشافوه. شكرا. شنو تقدر تقول لنا؟ سمعت بان انت عندك مشروع هنايا ديال العنب. عندي مشروع هنا ديال العنب، وعندي المسجد هنا اللي باني بالمال الخاص، وراه مازال ما كملش، كنستناو ربي سبحانه وتعالى باش يكون معانا باش نكملوا هذا المسجد هذا. وكنستنكر هذا الشيء ديال الكوري اللي كيدار هنا، كي غادي نديروا لهاد الناس اللي غادي يجيو، حتى واحد ما يعطيها تا فرانك في هاد الدالية هذيك. والمسجد كنتمنى وان شاء الله الرحمن الرحيم، والاموال البهيضه تجي تقريبا غادي يطلع 150 مليون،
لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا كتشوف انت بان هاد الكوري الى تبنى هنا غادي يضر لك تماما، غادي يضر لي تماما، ما يبغيوش يخدموا لك الماكين ديالي، وغادي يضر لي المسجد ديالي، وغادي يضر لي كل شيء. باش كنطالبوا دابا سيدي؟ كنطالبوا ربي سبحانه وتعالى يكون معنا، ويكون سميتو هاد الشيء، ما كنعرفوا هاد الكوري هذا اللي كيدار ديال الجنان. كنطلبوا من السلطات السلطات اللي معنيه بالامر تجي تشوف هاد المشكل هذا، او اللي غادي يوقع الواقعه. هاد الناس هادو كنطلب السيد العامل الى ما الى الى ما فسختيش الرخصه ديال هاد السيد هذا، هاد الناس غادي يهرجوا الى المدن، يسدوا ديورهم وغادي يمشيو للمدن. صاحب الجلاله اعطى الاولويه للعالم القروي، ان الاولويه للعالم القروي غير الهجره الى المدن، ولكن هاد الناس هادو تيعطيو الرخص باش يعطيو لهم الرخص ديال الدجاج. ان فرص الساكنه هاد الناس هادو قال لك الا ما كاين صاحب العامل صاحب الجلاله ينصفنا، ينصفنا العامل صاحب الجلاله على هذا المشروع هذا. الا ما بغاش ينصفنا العامل صاحب الجلاله على هذا المشروع هذا، حنا غادي نسدو ديورنا وغادي نمشيو بحالتنا، وكاين الناس اللي جاو من فرنسا عادي يرجعوا بحالتهم. السلام عليكم. حنا كساكنه كنصنفوا هذا المشروع هذا، ما بغيناش هذا المشروع هذا حيت غيضرنا ويضر ولادنا ويضر والدينا. يعني هذا المشروع راه غيهاجرنا من العالم القروي للمدينه، حنا ما بغيناش نهاجروا، هذه هي الطبيعه ديالنا، هذه هي بلادنا، هنا عايشين، هنا عايشين، ما عندنا فين نمشيو، وما غنقدروش على المعيشه في المدينه من غير العروبيه ديالنا. شحال باش شكرا. شحال باش بعيده دارك على داري؟ بعيده ب 100 متر على المشروع. اه هي راه هي 100 متر على الدار ديالي، 100 متر على المشروع. يعني هذا اللي عطى هذا المشروع هذا ماشي قانوني وماشي حق، وحنا كنطالبوا غير بحقوق ديالنا، ما طالبين حتى شي حاجه. وشكرا. حنا كنطلبوا هاد الناس اللي كيديروا هنا المشروع وبغاو يخرجونا من بلادنا، فين غادي نمشيو؟ بارك الله فيكم، خصكم توقفوا على هاد الشيء اللي كيدار هنا بلا قانون، بلا قانون كيتبنى هاد الشيء. واش بغينا نخرجوا شي بلاد اخرى من بلادنا؟ شحال من كيلومتر بينا وبين 5 كيلومتر 6 كيلومتر 100 متر 20 كيلومتر 50 كيلومتر بينا وبين البناء، كيقول لك ما كانش المحلات كاع. اجيو تشوفوا تشوفوا بعد المضره، الا حنا مضرورين غادي تشوفوا المضره، كاينه المضره عندهم غادي تشوفوها. الله يرحم لكم الوالدين، يحيى الملك. اذا مشاهدينا الكرام، معنا السيد اللي تم تعرض لعمليه اختطاف والتهديد بالسلاح. اذا هاد الاشياء هي خطيره في حد ذاتها، ونرجو من السلطات التدخل وفتح تحقيق في هذا الموضوع هذا، لانه يهم سلامه المواطن. ابقوا معنا باش نسمعوا السيد اللي تعرض لهاد الجنايه شنو غادي يقول وكيفاش تعرض لها. شنو تقدر تقول لنا سيدي؟ اخويا نهار صبيحه الخميس تعرضت للتهديد في سميتو في داري، سمعت كلاب كينبحوا مع ديك الجوج الليل، خرجت حتى سميتو بان لي واحد السيد قريب للدار، هزيت العصا كميت غادي لعندو، يلا فت شي نوادر عندي ديال تبن تما. من بعد ما سميتو هزت واحد شويه لقيت واحد جوج الناس جايين مورايا، قمره كاينه تنشوف واحد السيد هز بندقيه. صافي منين هز بندقيه شت لوجههم لقيتهم دايرين الماسك في وجههم دايرين ليكات، قالوا لي لوح ديك العصا لحتها، قالوا لي زيد قدامنا، زدت قدامهم. تمو غاديين بيا تقريبا ديك 300 متر 400 متر تقريبا بحال هكذا، قالوا لي اما غتنازل على سميتو هذا الاخر ديال الدجاج كواله ديال الدجاج، اولا غنصفيو حريرتك، غتخرج من هذه اللعبه ديال الدجاج اولا نصفيو حريرتك. تمو ودي راه كتبنيو حتى المسجد ما بعيدش على المشروع الا ب 120 متر. قالوا لي واش غانت اللي شتي هذا المسجد هذا؟ ما شافوهش مسؤولين؟ قال لك سميتو الهضره سميتو لا ما غنطولوش معاك، غتخرج من اللعبه هذه اولا غنصفيو حريرتك اولا سميتو غنديو لك شي واحد من ولادك. هاد الهضره ما بغيتش نقولها باش يسمعوها اولادي، ولكن سميتو اضطريت باش نقولها. هما هدوك على اساس باش تبعد من هذا المشروع؟ اما غنخرج من هذه اللعبه ديال المشروع، ما سميتو ما نحتاجش قدام العماله ما نهضر ما حتى شي حاجه، اولا غيصفيها ولي يصفيها يصفيو لي يصفيو حريرتي اولا يديو شي واحد من ولادي. حاودا يعني سميتو هددوني. فوقاش وقعت؟ ليله الخميس يصبح ليله الاربعاء يصبح خميس. يا صافي من بعد ما بغاو يمشيو قال لك الاخبار فراسك، هما مشاو وانا مشيت بحالي.
ولكن انا مناضل غنبقى بغاو يقتلونا غيجيو يقتلونا بغاو يريبوا الدار يريبوا. سمعت الاخوان كيقول لك بانك عاود تعرضتي لشي محاوله اخرى. لان الاخ تاعي هو اللي قال لك راه جاو في الليل ضربوه بروجيكتور. انا ما شفت، انا تنقول اللي شفت. خويا قال لك راه جاو في الليل تيضربوا الغد ليه، قال لك تيضربوا بروجيكتور بالضوء للدار، ولكن انا ما شايفت حاجه. انا تنقول اللي وقع، اللي وقع عليا هذا هو اللي غنقول. باش كطالب يا باسيل؟ يعني تنطالب السلطات يعني يدخلوا في هذا المشكل هذا ويقوموا بسميتو يعني بالاخر. ان التهديد ما عمرنا ما تعرضنا ليه، فهمتني؟ التهديد ما عمرنا تعرضنا ليه في بلادنا. احنا ولينا دابا تنتهدوا في ديورنا، نخرجوا ديورنا، يعني هادو باغيين يسكتوك. يعني انا عارفين اني ما غنشدش منهم فلوس، هذه مساله واضحه. الا المسؤولين خذوا فلوس انا ما غناخذش فلوس. بغاو يقتلوني انا مستعد للموت، فهمتني؟ انا ما نخاف الا من الله. الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، ما نخاف حتى من واحد الا من رب العالمين. ونعم بالله، نعم ونعم بالله. والسلام عليكم. هذا الاصطاب هذا قريب جدا من مجموعه ديال المساكين اللي غادي تاثر سلبيا على الحياه ديالهم والحياه ديال الماشيه والابناء الصغار. دائما مشاهدينا الكرام اننا كنحاولوا نحطوا لكم الصوره كما هي، ودائما كما كتعرفوا بان هذا الوباء اللي شمل العالم كامل والمغرب ايضا اللي هو فيروس كورونا ممكن انه يكون سبب تواجد مثل هذه المشاريع.